بسم الله الرحمن الرحيم. انا عشان قلت هعمل كنافة بالموز، فكان عندي البطاطا زي ما انتم شايفين كده كبيرة، الصغيرة بحطها على الرف في الفرن وبشويها كده بقشرها عادي، بحب ناكلها كده. اما البطاطا دي كبيرة، فانا قلت بقى اعملها في صينية مع رشة قرفة مع شوية سكر ومية كده، وغطى عليها وقطعها في وحطها في الفرن، عامل الفرن يسخن وجهز الكنافة وادخلها معاه. استفاد بان انا هولع الفرن ويبقوا حاجتين مع بعض مرة واحدة. اقشر البطاطا كده، انا طبعا غسلاها وسبتها تنشف واقشرها كويس كده، وبعدين هقطعها وهوريكم. خلاص انا كده قشرت البطاطا، هقطعها بقى ايه دوائر كده. وبعدين البطاطا يعني بتبقى روحها ضعيفة، يعني بتستوي بسرعة، حتى لو احنا اللي هي الدوائر كده تخينة مش مشكلة، عادي هتستوي كده في البخار. لان انا حاطة ربع كوباية مية، وهحط شوية قرفة وثلاث معالق سكر كده كبار عليها. ليه انا هحط السكر؟ عشان بس انا حطيت ميه بس، انا عشان كده انا ببقى احب البطاطا تبقى مشويه بس كده، من غير صواني، من غير اي حاجه، عشان من غير اضافات بقى بيبقى طعمها احلى وكده. بس بقى ايه، عشان البطاطا كبيره انا هعمل النوعين، يعني انا ده اخترت اللي هي الازرار اللي هي كبيره قوي، هعملهم في الصينيه، ورفيعين شويه هحطهم كده برضو على الرف، لان انا بحبها كده، بتبقى مفيدة بقى للناس اللي هي بتحب الدايت وكده، بتبقى حاجة كده طبيعية من غير سكر من غير حاجة، غير احنا عارفين ان السكر مش مفيد يعني، فانا بحب اقلل على قد ما اقدر. كده اهو، كمان ده هيكمل، وهدخلها بقى الفرن على الرف لحد ما تستوي وتبقى جميلة، واحط التانيين بقى ايه على جنبها كده على الرف خالص من غير اي حاجة، اللي هو زر البطاطا زي ما هو كده، ده عشان رفيع كده انا هحطه على الرف كده، دولت مش هياخدوا الحاجة في السوا، بس انا اخترت دول لانهم ايه تخن شوية. خلاص كده انا هنا مجهزة رشة القرفة عليها كده، بنزلها على اللي تحت بقى شوية كده. وبعدين القرفة يعني طبعا ما نحب يعني زي ما احنا عايزين، يعني نكترها او نقللها، بس انا ما بحبهاش كتير بصراحة، يعني حتى السكر برضه مش هكتره، مش لازم يعني كل حاجة. ودلوقتي شوية المية، بسم الله الرحمن الرحيم، كده عشان مع سخونية الفرن يطلع بخار ويسود، وهقفلها كده بقى. وهدخلها الفرن، واجي بقى نجهز مع بعض الكنافه بالموز كده، هي جميله كده عشان يحفظ البخار ما يطلعش، وهناكل احلى بطاطا. الشربات بعد ما طفيت عليه من على النار اهو يا جماعه، مش تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، يعني هو وسط كده بين الحالتين، وهسيبه كده يبرد عشان ما ينفعش في الكنافه الاثنين يبقوا سخنين، الشربات يكون بارد تكون الكنافه بقى لسه طالعه من الفرن سخنه بقى، لو الكنافه بارده يبقى الشربات لازم يبقى سخن قوي يا جماعه، لازم حاجه من الاثنين تبقى سخنه. وهنشوف دلوقتي واحنا بنسقي الكنافة بعد ما نطلعها من الفرن.
انا طبعا طلعت صينية البطاطا من الفرن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله البخار. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه شايفين يا جماعة؟ الله. ايه يعني انا كمان هي خلاص لو انا هغطيها هغطي عليها تاني هتبرد هتكمل. الله هي مستوية اهي، بس مش عارفة لون القرفة غامق ليه كده. الخرط اللي تحت شوية في منها مستوي وفي منها لسه شوية. طبيعي هي الكنافة في الفرن، انا دخلها تاني شوية تكمل سواه لان في خرط. ده باين بقى، ده مش العيب مننا احنا يا جماعة، ده عيب باين من البطاطا. في زرار بطاطا يعني ما هماش كلهم اخوات، باين عليهم ولاد عم، ما هماش نفس نوع البطاطا. عشان كده في حاجات استوت زي البطاطس كده، لما نجيب في بطاطس سكرية وبطاطس مش سكرية. انا ممكن اكمل عليها تاني، ادخلها على الفرن شوية. طبيعي اساسا الكنافة لسه في الفرن، كمل كمان 5 دقايق. انا احسن حاجة بحب الاكل يا جماعة يبقى مظبوط. لو هو مش مستوي كويس حلو، مستوي كويس. لو هو مثلا يبقى احلى بطعمه يبقى احسن بطعمه، احسن ما اضيف له اي اضافات. فانا ادخلها كمان شوية مع الكنافة. خلاص كده الكنافة طلعتها من الفرن، شايفين؟ انا بحب يبقى لونها ذهبي. نزل عليها بقى الشربات. ناس بتقول الشربات وانا بقول الشربات. نزل عليها كده الشربات عليها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الكمية اللي احنا عاملينها هنزلها عليها. اهوت انا الشربات كله خلاص نزلته على الكنافة. بسم الله ما شاء الله شربته كله يا جماعة. والله ده دليل بقى ان الكنافة طبعا اي حاجة بتشرب الشربات على طول كده تعرف اللي هي جميلة، وان هي مش عارفة انا بتكلم على صيغة الرجال ليه. اوريكم بقى، طلع لكم خرطة. والله يا جماعة نفسي كلكم كل اللي يشوف الفيديو ده يدوقها وأكله منها، بس يعني على رأي حسين الجسمي بعد المسافات دي المفروض نسيبها تبرد، هي سخنة. أعمل إيه دلوقتي؟ يعني كده أحاول. هو أحسن حاجة بقى أخد خرطة صغيرة، أقطع خرطة صغيرة. الموز، وبعدين انا بحب برضو الشربات بتاعها يبقى خفيف كده. ف يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا بوظ الكنافة عشان اوريها لكم. عايزة بقى تبرد، بس اوريلكوا اهي. شايفين الموز؟ الموز اهوت لونه جميل اهو جوه، بس هي عايزة تبرد يا جماعة. انا خرطت خرط تانية سخنطوطة شوية عشان نعرف نطلعها. طبعا انا قطعت الكنافة خرط وسبتها تبرد شوية عشان اعرف اشتريها، لانها هي سخنة مش ماسكة، لانها طبعا كلها سمنة يا جماعة. وانا كمان مقطعاها يعني، ما شايفين الجمال بقى.
موز، طبقات الموز اللي جوه جميلة طرية برضو ومقرمشة وحلوة ولونها ذهبي من فوق ومن تحت. هنا والشيف على قلوبكم. وكده خلاص انا خلصت الكنافة، طلعت جميلة. والبطاطا يا جماعة قلت لكم اللي هي الزرار بتبقى رفيعة ديت، انا بسيبها على الرف. والبطاطا هي اللي احنا عملناها في الصينية، خلاص كملت استواها جميلة ما شاء الله. اللي هنا والشفا كلها بقت مستوية وجميلة، اللي فوق واللي تحت كله.